السلام عليكم، ان شاء الله الكل في تمام الصحه والعافيه. ان شاء الله راكم كامل بخير، صلوا وسلموا كامل على رسول الله. واليوم راح نعملوا وصفه بنينه بزاف توالن في شهر رمضان، ان شاء الله كامل راح تعجبكم وتعتمدوا هذه الوصفه اللي بنينه بزاف. وصفه على بالي كاين بزاف اللي مالفين يديروها، عطيتها لكم على طريقتي. ورايحه نبدا بسم الله. عندي بالنسبه للعجينه زوج كيسان ونص تاع فارينه، حطيتهم هنايا، عبرت بالكثير في 220 مليلتر. رايحه نضيف لهم كميه تاع ملح، ملح والعجينه قيس قيس يعني ماشي قرصه. عندي هنايا على راس المغرف تاع خميره الحلويات عندي 125 غرام تاع مارغرين، علبه تاع 250 نقسمها على 2. اذا عندكم العلبه يعني وريت لكم النصف، اذا عندكم علبه تاع 500 غرام اقسموها على 4. وهنايا رايحه نبسس مليح الزبده مع الفارينه، يعني لازم الفارينه كامل تتشرب ليدام وتولي ما تبانش. ما تقدروا تبسوها بين يديكم كيما المقروط. رايحه نزيد نوري لكم الطريقه كيفاش بهذه الطريقه. خلاص هنا تبست لي مليح. هنا ناخذ صفر تاع حبه بيض، وعندي ثلث مغارف تاع حليب بدرجه حراره الغرفه، ونخلط مليح الصفر تاع البيض مع الحليب هكذا، ونجمع به العجينه. هنا العجينه غير نحط لها يعني السوائل، نطمها برك وما نعجنهاش. هنا نقولكم اذا خصكم الحليب ضيفوا على حسب نوعيه الفارينه. كيما انا هنا رايحه نزيد كميه، نتوما فقط ما تطروهاش بزاف، خلوها عجينه شادة روحها شوية. مازال خاصني هنايا نجيب زوج مغارف تاع حليب. انا هنا كنت حطيت ثلث مغارف المغرف الاولانية، يعني للأسف كنت عمبات لي راني نصور حطو ثلث مغارف حليب. اذا خصتكم مم اذا شفتوا الفارينة تاعكم تشرب بزاف خصتكم المغرف الرابعة تقدروا تديروها، المهم تتحصلوا على عجينة مطمومة مليح وخلاص. هاي ليك. هنا رايحة نحطها في كيس بلاستيكي هكا باش ما تيبسليش، نخليها تريح ونجوزو مع بعض للحشوة. بالنسبة للحشوة ناخذ مقلة نحط فيها نص مغرف كبيرة تاع زبدة ونخليها تسخن هكذا تذوب لي كامل. انا ما هنا درت لكم العجينه بالزبده والحشوه بالزبده. بالنسبه اللي ما عندهمش الزيت على بالي راهي مقطوعه، يعني راحين يقطعوا لينا كلش. هنا حطينا حبه تاع بصل متوسطه مع ملح وفلفل كحل، درك نضيفه ونقعد نقلي فيها حتى تولي شفافه. الزيت مقطوعه، الدجاج غالي، اللحم غالي، يعني حليلنا خلاص عدنا ما صبناش روحنا كامل. ربي يفرج ان شاء الله ويجيب لنا ساعه تكون ساعه تاع خير ان شاء الله. معليش يعني نحاولوا ناكلوا قيس قيس ونصرفوا قيسنا. تقلات هنايا البصل، حطيت له الملح، فلفل كحل، ونزيد نخلط بهذه الطريقة. والبصل ما تخلوش كامل يتحمر، اذا تحمر تجي فيه واحد الريحة ماشي شابة، يعني يقعد يتقلى على نار قليلة حتى يولي لي شفاف وطري. هنا رايحة نحط كمية تاع ثوم، حطيت 4 فصوص تاع الثوم. هنا الثوم كي ديروا كمية مليحة تجي بنينة الثوم،
يعني راكو تشوفوا فيها هذيك الجديده انا اللي خدمت بيها، حتى ودقوها في المهراز يعني تجيك شغل خيوط، مازال ما بلغتش مليح ومازال ما رجعتش في صوص، بصح بنينه في الطياب تاعها، تجي الماكله بنينه جديده اكيد. هنا حطيت زوج ربطات تاع السلق، غسلتهم وقطعتهم، ما عملتش كامل هذوك الخصال ما استخدمتهمش. هنا جيت خدمت غير بالورق، وهنا رايحه نغطي، على بالكم السلق ما فيش الروح، ثمثم يذبل، نخليه يقعد يتقلى حتى ينشف لي كامل من الماء ويذبل لي، ما كاش ما تعرفش الطريقه. هنا جبت هاد الليمون رايحه نخدم بهذو المستطيلات، وكاين المدورين، نتوما اخدموا باش تحبوا. نظن الوصفه هنا بانت عندكم، راح ندير لكم كيش بالسلق بنين بزاف، يعني ولا داعي انكم تخدموا الدجاج ولا اللحم. ان شاء الله من هذاك الوقت اذا فرج ربي تقدروا ديروه يتقلى مع السلق. هنا نبدا نفرج في العجينه داخل المول، ما تكونش خشينه وما تكونش رقيقه، ما تخشنوهاش بزاف باش ما تجيش معجنه، وما ترقوهاش بزاف باش ما تتكسرش. نقرصها مع الاطراف هكذا باش من بعد ما تحبطليش. وبالنسبه لهذه يعني المول هذا اللي يجي مستطيل، رايحه نفتح له العجينه بالطول بالحلال هكذا، ونفرشها لداخل كيف كيف، نتعامل معاه بنفس الطريقه كيما المدور، نحيلو الزائد هكذا، الزايد هذا كامل نحيه، وكيف كيف نقرصو مع الاطراف. هذا سر من اسرار نجاح العجينه كامل اللي ديروها في المول باش ما تحبط لكمش، اقرصوها بهذه الطريقه. وهنا عندي كاس غير بعد تاع الحليب مع زوج حبات تاع البيض كاملين والبياض اللي خليته المره الاولانيه باش ما يضيعناش. انا برك هنايا بدلت الصحن هكا باش نقدر نخدم، حطيت شويه فلفل الكحل وشويه تاع ملح ونخلط. السلق تاعنا كي زبال ونشف لي كامل من الماء وخليته برد، نجي نحط لداخل المول بهذه الطريقه. يعني هاد المملحه تقدروا ديروها في شهر رمضان اكيد بنينه بزاف. وانا نقول لكم بالنسبه للكيش، انا ما نحبش هذيك العجينه اللي تجي تذوب بزاف كيما الغريبيه. وهنا حطيت الجبن الابيض يزيد بنا، السلق على بالكم يمشي مليح مع الجبن، ونجيب الخليط اللي كدرتو معاكم ونحط حوالي زوج مغارف كبار، حتى تشوفوا يعني السلق هذاك تغطى، ما تعمروهمش بزاف باش ما يفيضوش لداخل الفرن ويسقولكم في المول. خلاص هنايا نزيد لهم غير شويه تاع جبن مبشور، اللي ما عندهاش تقدر ما ديرش، وراني شاعله الفرن. طيبوهم على نار تكون ماشي قليله بزاف، تكون متوسطه حتى يتحمروا من تحتها، ونزيدو نشعلو لهم الفوق باش ينشفوا برك، ونرجع لكم. هاي ليك وصفتنا النهار اليوم، كانت واجده كيش بدون لحوم بالسلق فقط، يجي بزاف بنين. هاي كيفاش حمرت العجينه، ونجي هنا باش نقسمها لكم، نحي برك هاد الزيتون والمعدنوس ونوريها لكم. شوفوا كيفاش تجي العجينه، ما تجيش طريه بزاف بزاف كيما الغريبيه، يعني تاكلوا منها غير شويه تتقهموا، هذه تجي متوسطه، تجي طريه وبنينه بزاف. انا نقول لكم وصفتنا لها اليوم هذه هي، اللي مازال ما اشتركتش في القناه نقولها ان شاء الله تشتركي
والجام ما تنسوهوليش. انا اختكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.